للأخ الفاضل النائب سيد عدنان عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ الرئيس. الكل يتمنى أن تنتهي هذه المأساة اللي صار لها 5 سنوات، وأهمية أيضا دعم الشعب السوري بالمساعدة والمعونات الإغاثية. لكن الأخ الرئيس أكو رأي آخر لما قاعد يدور في سوريا، مو رأيي أنا، أبي أقول لكم رأي واحد قد أنتم تثقون فيه، دكتور عبد الرحمن الجيران يقول إسقاط سوريا إنما يتم لمصلحة إسرائيل. ما يجري في سوريا استكمالا للمؤامرة التي تتابعت وصولها لإسقاط الجهات ذات البعد الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل. إن من شروط الخروج على الحاكم غير متوافرة في الحالة السورية، وهو وجود القوة والقدرة على إزاحته بأقل الخسائر وإيجاد البديل الناجح، وهذا لم يؤخذ في الاعتبار. الشيخ دكتور محمد البوطي من كبار علماء الشام تم اغتياله من الجماعات المعارضة المسلحة. ليش؟ لأن كان يقول إصلاح الفساد لا يكون عن طريق الغوغائية، إن هذه الأمور تزيد الفساد بل تخلق الفساد. تم تفجيره في المسجد، في المسجد في الشام، وهو من كبار علماء السنة اللي الكل يدينون له بالولاء. ماذا يعني الأخ الرئيس إن دول لا تعرف ريحة الديمقراطية؟ ما تعرف ريحة الديمقراطية، تدعم الحرية وتبي تنشر مبادئ الحرية والديمقراطية في سوريا؟ تشوفوا دياركم شنو، أخوان الديمقراطية؟ هل إن أمريكا والدول الأوروبية والكيان الصهيوني الأخ الرئيس أصبحوا يدافعون عن حريات الشعب السوري؟ مسلحون أتراك، شيشان، الصين، القوقاز، عدة دول هدفهم الدفاع عن الديمقراطية الأخ الرئيس؟ هل نتنياهو عندما يعالج بعض المجموعات المسلحة في المستشفيات قلبه محروق على المعارضة السورية، ويوميا قاعد يتقتلون الفلسطينيين؟ تصريح ليبرمان يقول الهدف النهائي من الحرب تقسيم سوريا والعراق إلى 3 دول. النظام السوري وحده، هل أن النظام السوري وحده يتحمل المسؤولية؟ نعم يتحمل مسؤولية، ولكن مو وحده. شوفوا تقرير الدابي، ارجعوا أرجوكم افتحوا الانترنت وشوفوا تقرير الدابي، بعثة الجامعة العربية، 166 فرد من 13 دولة أعدوا تقارير تحمل المعارضة أيضا المسؤولية. فجروا في مؤسسات مدنية مو حكومية باص، تم إصدار بلاغات كاذبة عن أعمال عنف وتفجير للبعثة، والبعثة تقول إن لا أساس لها. عقب تقرير الدابي صرحت أمريكا بأن هذا التقرير شكل لنا صداع، إضافة إلى الصور المفبركة من غزة، من حرب لبنان، من اليمن، وحتى من شهداء البحرين يابوها وقالوا من سوريا. الأخ الرئيس شفنا صور مأساة. شكرا سيد عدنان عبد الصمد.